هاي، السلطة هي من الوجبات الأساسية بيومياتنا اللي لازم تكون موجودة على طاولتنا. أنا اليوم رح أعمل سلطة مكسيكية سامبريرو سالاد، مكوناتها كتير طيبة مع بعض. الخس، البندورة، الجزر، فليفلة، الكزبرة الخضراء، البصل، الذرة، والفاصوليا الحمراء، والأفوكادو. خلينا نبلش سوا. الألوان شو حلوة، خليني ذوقها. فيها كل شيء طيب، صح وهنا.